السلام عليكم. الحسيني فدوى الكاتبة العامة لجمعية أرباب المقاهي بويسلان. من هذا المنبر تنحيي جميع الناس اللي تيشاهدونا وتنقول لهم بأن هذا الإضراب هذا ماشي جينا وقمنا به. هذا الإضراب كان السبب دياله هي مجموعة ديال الإكراهات اللي تعرضنا عليها سواء أرباب المقاهي أو للناس العمال بهذا القطاع. الحمد لله تنطلبوا من ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا، لأن هاد الإكراهات هادو المدة ديالتها ما بقيناش قادين نتحملوا هاد المصاريف، سواء بالنسبة للشركات اللي هي ضاغطة كشركة اتصالات المغرب، شركة البين اللي هما المصاريف ديالهم هما وحنايا المدخول ديالنا تقريبا. يا رب يا ربي نغطوا به غير المصاريف ديال العمال. يعني هنا كاينه واحد المعادلة اللي هي صعبة وخاصو يفكر فيها كل رب مقهى. واش حنايا هاد المعادلة اللي تنحققوها هي الموازنة ما بين المصاريف اللي هي إلزامية كالمصاريف ديال الكراء، المصاريف ديال البنسبور، المصاريف ديال اتصالات المغرب، وفي نفس الوقت الأجر ديال العمال، الأجر ديال الكراء، وكذلك راه خاص رب المقهى ما داير أنه واحد المشروع وراه هو مستثمر فيه إلا خاصو يبقى له على الأقل واحد اللقمة ديال العيش ديالو اللي هي غادي تغنيه على تحميل الكرامة ديالو. لهذا تنطالبوا من هذا المنبر هادو هاد الشركات الضاغطة أنها تأخذ بعين الاعتبار هاد الظرف الطارئ، وتنطلبوا من ربي يهزوا علينا، لأنه احنا صبرنا سنة دابا وأكثر. الحمد لله ما تشكينا، ما قلنا حتى شي حاجة، كان الضغوط، كان الأجراء ديال العمال راهم غادين، ولكن تنبه أي واحد اللي ما كانش شعر بهذا المشكل اللي هو جاي بأن الأمر المعادلة صعيب بزاف تحقق في المستقبل. هذا هو بيت القصيد، يفكر أي رب مقهى فهاد العمال اللي عنده، وهذا لأنه ماشي الحل اللي بغينا نوصلوا له هو مثلا اللي خدامين معاه ثلاثة ديال العمال يوليو خدامين معاه جوج، اللي خدامين معاه أربعة غادي يولي خدامين معاه جوج. لا، خصنا نحافظوا على هاد الناس اللي عندنا. ماشي الحل هو غادي نصرفوا واحد العامل ولا واحد جوج، لأن حتى هذاك عنده وليداتو، حتى هذاك خصنا نتهلاو فيه. حتى هذاك فواحد الوقت ما كانش كوفيد كان بنادم تيربح، راه كان واقف معنا هذاك السيد. ما خصناش نلتفتوا لهذا، ماشي هذا هو الحل. الحل هو نوضوا كاملين ونتكاتلوا ونعبروا على الرأي ديالنا، ونقولوا بأن هاد الشركات الضاغطة خصنا نتعاونوا بعضياتنا، والرسوم المفروضة خصها توحد بأقل نسبة وأكبر إعفاء ممكن. هذا هو بأقل نسبة وأكبر إعفاء ممكن. علاش لديمومة هاد القطاع هذا؟ هاد القطاع هذا لأنه راه مهم جدا. أغلبية ديال الناس يقدروا ما يلتفتوش لهاد الأهمية ديال هاد القطاع هذا، ولأن هاد القطاع هذا راه واحد القطاع اللي تيشد اللي ما عندوش الأولاد ديالو، راه عنده الزوج ديالو، اللي ما عندوش، راه واحد المتنفس في هاد الظروف اللي هي خانقة الآن مع هاد كوفيد هذا. راه بنادم تيجلس فيه تيحمي من كثرة ومن تفشيت الجريمة في المجتمع، راه تيشد الوليدات، تيحفظهم في واحد الأمان، ما تيمشوش لواحد البلايص أخرين اللي هما معرضين فيهم للخطر ومعرضين فيهم لأنهم يتعلموا بزاف ديال المسائل. يعني أي واحد إلا ما كانش يساهم بقليل بكثير، خصو يساهم بقليل باش هاد القطاع هذا يحافظ على دوك الناس اللي خدامين معاه، ويحافظ على داك المتنفس القليل اللي هو تيوفرو لكل أسرة منا. ما خاصش يقول اللي ما تيمشيلوش خوه تيمشي ولدو تيمشي، يعني متنفس تيبقى له بسيط، وانا متنفس للمجتمع كامل. لهذا تنطلبوا الرأفة بهذا القطاع هذا بالنسبة لأرباب المقاهي. ما تنقولوش أرباب المقاهي والعمال وهذا، لأنه اللي كان فينا قادر يسد وعنده مشروع آخر، ولا عنده بلاصة أخرى منين غادي يعيش، واني خاصو يفكر بأنه معيش مع خمسة ديال العائلات. يعني دوك العائلات نصرفوهم فين غادي يمشيو؟ كل واحد معيش معاه، فين غادي يمشيو هاد الناس هادو؟ وانا وهذا شحال من مقهى كاينه دابا؟ راه تنهضروا على جوج ديال الملايين ديال الناس اللي خدامين في المقهى في المغرب، فين غادي يمشيو هاد الناس هادو؟ وكاين اللي ما تيعرفش يدير شي حاجه من غير انه سيرفور، ولا انه ما عندوش شي عمل اخر. هذا من نهار تعرف راسو هو تياخذ بهذا العمل. لهذا تنطلب منكم الرأفة بهذا القطاع هذا، والسعي على تحقيق المعادله، وهي الاكراهات التي تنخوضها والالزامات اللي خاصنا نوفروها بالنسبه للعمال ديالنا. وفي نفس الوقت واخر حاجه تنبغيو نشكروا بزاف السلطات المحليه ديالنا المتمثله، سواء في الشخصيه ديال المقدمين، في الشخصيه ديال القائد، في الشخصيه ديال كلشي، لانهم فعلا تيكونوا اكراهات وتيكونوا واحد الطريقه، ولكن الله يحسن العوال لانهم تتهمهم
ديالهم السلامه ديالنا وتيبغيو يحميونا بطريقه ولا باخرى. الهدف الرئيسي هو الحمايه ديالنا من هذا الوباء هذا والحفاظ على السلامه وعلى النظافه وعلى شروط التباعد اللي حنا تنحرصوا في نفس الوقت على الاهتمام بها. السلام عليكم. محمد الحدوشي صاحب مقهى كافي كراريس الكائنه في رياض وسلان واحد. كنشكركم بعدا نتوما كقناه الدار فكرتوا فينا، حقاش هذه الكلمه اللي فكرتوا فينا، حقاش كنحسوا حنا براسنا منسيين صراحه الله، كنحسوا راسنا منسيين بزاف من ناحيه ديال سميتو عليه ديال السلطات. حنا كنشكروا وليني بالنسبه للقائد والمقدميه وبالنسبه للسلطات المحليه راه كنشكروهم على سميتو عليه. وليني كنتمناو من سميتو عليه من الوزاره الداخليه ومن الحكومه يحاولوا يزيدونا غير شويه في الوقت. حنا ما نخدموش حتى 20% ما تخدموهاش. وهذا القطاع هذا راه قطاع مهيكل ماشي غير مهيكل، راه حنا كنهضروا غير على هنا كمدينه ويسلان راه فيها ما ازيد اكثر من 400 قهوه. الا تضرب راه تقريبا واحد 2500 واحد اللي خدامه معانا هنا. وحنا راه تنعاني وراه دي عام وحنا تنعاني وراه تنخلصوا كل شيء من جيبنا والله القاسم الى عام حنا تنخلصوا المصارف والرسومات والفواتير كنخلصوهم من جيبنا. وزائد 3 موال اللي سدينا تقريبا 3 شهور ما دخلنا فيها حتى شي حاجه. اون فوا بغينا نبداو خلصنا 3 شهور ديال الويفي، خلصنا 3 شهور ديال البين سبور، كانت عندنا ديجا مخلصه، خلصنا جميع الرسومات باش بدينا خصنا 10000 درهم غير باش نبداو. وهكاك كنخدموا تقريبا 20%. اون فوا كنبغاو نخدموا كتجينا بحال اللي كنخدموا نص نهار، مين تنبغاو نخدموا تجينا 8 كنسدوا. كيجوا يلا كيبغيو يجوا الكليان يتقهواو ولا يجلسوا ويرتاحوا من العمل وكذا، صافي كتجينا هذيك الثمانيه كيبغيو يسدوا. كنتمناو من سميتو عليه من الحكومه غير تلتفت لهذا القطاع هذا، راه قطاع مهيكل وراه هز واحد الكثافه ديال البشريه. راه حنا ماشي كنخلصوا الرسومات ديالنا كنخلصوا الفواتير ديالنا ما تشكينا ما حتى شي حاجه. هذا الشيء هذا راه جاري به العمل، وليني حنا خصنا نخلصوا هذه الرسومات وهذه الفواتير نخلصوهم على العمر، ماشي حنا كنخلصوهم من جيوبنا. راه حنا عينا ما نصبروا وراه حنا كلشي مهددين بالافلاس. راه حنا انا بعدا كشخصيا راه سميتو عليه راه كنفكر 200% باقي نسد صراحه الله. راني عييت، راني اصلا راه تقريبا هادي عام وانا كنخلص الاغلبيه تنخلصها من جيبي علاش؟ على حساب ديك العمال ما بغيناش نسدو. الله يحسن العون اللي كاري واللي عنده الطريطه ديال سميتو عليه. كاين الناس اللي واخده الماطريان بالكريديات عندها الطريطه كتخلصها، كتخلص الكرا، كتخلص الرسومات ديالها، واصلا الرسومات راه ما تيرحموش. راه اون فوا دوز غي واحد غي نهار على الاجل اللي دايرين لك تخلص الماجوراسيون، تخلص الماجوراسيون وسميتو عليه. ودابا حنا نورمالمون هذا العام هذا ما خدمناش حتى 20% راه خصنا نتعفاو منهم. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يلتفتوا لينا ويحاولوا يعفونا بعدا شي شويه ويحاولوا يزيدونا شي شويه في الوقت. الله يجازيكم بالخير. غير انسان يمشي يساير الامور كما على 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 اعقل بعدا غير نصوروا غير ديك العمال ما يسميتو عليه. وما حنا اصلا هذا العام ولا هذا الريق راه حنا ما كنفكروش لا في الربح لا في حتى شي حاجه، غير كنحاولوا ما نسدوش المواحل ديالنا وصافي. راه حنا راه الاغلبيه واحد 90% راه مهدد بالافلاس، راه غير حشم يهبط رواده كما تنقولوا بالدارجه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وكنشكركم مره اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.